يبدو أن موجة العنف في العاصمة العراقية لم تحل دون الاحتفاء باختيارها عاصمة للثقافة العربية لهذا العام. ففي بغداد أقيم معرض للفن التشكيلي هو الأول من نوعه منذ ثمانينيات القرن الماضي. فنانون تشكيليون قدموا من سوريا ولبنان والمغرب والعراق للمشاركة وبعث رسالة مفادها أن الحب والفن ليس لهما حدود. هذا التلاقي أو هذا التساقف المباشر بين الفنانين وتجاربهم العربية والعراقية هذا أمر غاية في الأهمية نحتاج له بصرف النظر عن أي أمر. الحقيقة أصريت أنه إجي بغداد رغم كل ما قيل عن الظروف الصعبة، لأنه مهمتي أن أشارك بحب ومحبة. هذه عاصمة تنتمي لروحي لوجداني لذاكرتي. للعراق تاريخ طويل مع الفن التشكيلي خصوصاً النحت، ويقول الخبراء إن بعض أفضل أعمال الفن المعاصر في العالم العربي يبدعها فنانون عراقيون. شاركت عملياً مدينة الكحل ورسائل المحبة بالأكريليك اللي هو بصمتي بعالم الفن الواقعية التعبيرية. بلوحتي أنا عبرت عن مراسيل المحبة، الانتظار العراقيين اللي راحوا بالغربة وراحوا وشتتوا بكل أقطار العالم. انشغال الدولة بالترميم وإعادة الإعمار وإهمالها للفنون بالإضافة إلى المناخ المحافظ الذي يسود البلاد يرى فيه الفنانون العراقيون على اختلاف مشاربهم قتلاً للإبداع وتراجعاً لبغداد عن دورها المحوري الذي لعبته دائماً في الثقافة والفن.